السلام عليكم ورحمة الله أجرف اللون، مرحبا بكم. تفاجأت لما بعض الإخوان بعثوا لي فيديو يتكلم فيه رابح بن شريف، كان رئيس حزب في بداية التسعينيات، حزب هذاك راح وصار فيه مشاكل داخلية ودار له كوديتا، واحد يقولوا له طالب مش عارف كيفاش، نسيت الاسم تاعو. والمهم يعني الناس اللي نشطوا في وقت لا ريكرياسيون كما نقول انا، ومن بعد كي ولا فيها اللعب تزير الناس كامل راحت. المهم اسمعوا واش قال السي رابح بن شريف. انا تكلمت عليه الناس ما يعرفوش الان، يعني راهو اختفى عاود رجع للواجهه باستغلال اسم هشام عبود، لانه هذا الناس داروا الفيديو ديالو. ما عليه، أيا نسمعوا واش قال. زين حنا في الحوار، أنا لقيت جاني هذا اللي يقول له هشام عبود ونحييه في 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 الخارج ولا وش هو، جاني للدار تفضل شي عبود تقهوينا، قال لي أنا تعجني العربي بالخير. أتفضل، قال لي أنني تحاورت مع العربي بالخير وقانع باللي أنت بن شريف تقدر دير رئيس دولة. شنو ندير انا؟ بأي حق ندير انا رئيس دولة؟ وقال لي يا رابح اخويا ربي يعيشك، علاه انت دايما هكا ما تقبلش ومسنطح، دير رئيس وديرني معك شاف كابيني. وتقول لي ديموقراط؟ شوين ريبوبليكا؟ انا نطلع بالشعب باش كي نطبق عليهم قانون ما غيضهمش الحال. الا مدها لي الشعب نحكم وتواتيني، بصح الا ما مدها لي الشعب ما كان حتى قوة في العالم تفرضني على إرادة الشعب، هذه القناعة. قال لي أخويا اسمع، هزلو عيطلو، قالو سي مون جينيرال، قال له أني مع سي رابح بن شريف، واو اسمع فيا، وماذا بيا يجيبوا هشام عبود ونديروا طبروند، الجميع اللي يسمع اسمه تذكر هنا، ماذا بيا عيطوا لنا ونحكيو له نخليوها تاريخ، ما نزيدوش نفسدوا التاريخ تاع مدام سي بن شريف حب باش نرد عليه وذكر اسمي باه نرد عليه. انا مستغرب منين جاب هذا السيناريو، مستغرب منين جاب هذا السيناريو، هذه الحكايه يعني بعد 35 سنه باش يتكلم عليها، مانيش فاهم منين جابها، ما عليه. المهم اولا انا بن شريف ما كانش عندي معاه علاقه اللي تخليني ندخل لدارو ولا يدخل لداري، لقيته مرتين ولا ثلاثة يجيني للمكتب ديالي في سان جون في جارية، كنت على رأس يومية الأصيل في قسنطينة. هذا يعني باش نروح له للدار، حنا الدار ما نعرفش ما وين جات، قال لك جاني للدار، هذه واحدة. ثانيا أنا نقترح عليه يكون رئيس جمهورية باش أنا نكون شاف كابيني تاعو، ميسي بن شريف. قلت لي على الاقل القانوني وزير، على الاقل انا يعني نشوف روحي انا مؤهل خير مني باش نكون رئيس جمهوريه، انا عندي مؤهلات اكثر من باش نكون رئيس جمهوريه، كيفاش انا روح عند بن شريف يقول روح ترجم انا نخدع عندك شاف كابيني سافا با. هذه دينا نقطه اخرى، يعني العربي بالخير ما صاب حتى واحد من ليكيب ديالو باش يروح يعرض على بن شريف منصب اللي يدخل معاه في نقاش ولا كذا ولا كيفاش ما يعرض عليه الا هشام عبود اللي يعرفه صحفي ولسانه ماهوش في مكتوبه. من المستحيل انه شي كيما هذا راح نسكت عليه انا. ولما كتب في الجنرالات لو كان شي هذا حصل راني حطيته باش نزيد نثبت يكون عندي اثبات، وانا قال راني شاهد كيفاش يعينوا رؤساء الجمهوريه. لو حصل هذا راني كتبته. والعربي بالخير ماهوش غبي الى الدرجه باش يقول هشام عبود شوف لنا فلان بن شريف. بن شريف الى يومنا هذا الناس كامل عمره اسمه ما تطرح باش يكون رجل، حتى ترشح ما ترشحش، ما يقدرش يترشح، يقول انا نمشي ما يقدرش حتى يترشح، لانه على بال السيد يعني محدود في مع كل احترامي ليه، عجل ماهوش اللي يكون رئيس جمهوريه. داير انسان يعرف قدره، عاش من عارف قدره حيث لم يترشح ولا مره للرئاسيات، لانه يعني
بالرغم انه كان هذوك اليافر هذوك اللي ترشحوا كذا، ولكن السيد يعرف قدره يعرف بلي ماهوش تاع هذا الشيء. فكيفاش العربي بالاخير ما صابش على من يعرض الا بن شريف؟ هذه وقتاش كان يقول في 93، يعني في الوقت اللي كانوا يتفاوضوا مع بوتفليقه، وكان ذاك الوقت هما عندهم ناخر ديالهم مرشح ديالهم سيدي زروان من نهار يتعين وزير الدفاع. وكنت كلمت عليه وكتبت عليه في لامافيا دي جينيرو، كلمت على تعيين زروان كيفاش جا من اللي تعين وزير، وكلام هذا انا ما نجيبوش من راسي، انا يتعين وزير الدفاع. اتصلت بجنرال بتشي بالكولونيل قاسم رباح بجنرال كحل عياط، شكون واش معناها هذه؟ بتشي قال لي ما على باليش، مرباح قال لي ما على باليش، ولكن ساعدني لو زراني يولي وزير الدفاع. وكحل عياط الله يرحمه بعد ما دار تليفونات وشاف كذا ومنه وكامل عيط لي قال لي وي كاينه منها، وهذا رايحين يوجدوه لنهاية لاسيول المجلس الأعلى للدولة، هذا هو راح يكون الرئيس تاع المستقبل. فكيفاش العربي بالخير اللي عندهم الدعوة في سلي وعمرهم يجيبوا واحد من برا، كيفاش العربي بالخير يقول هشام عبود روح شوف لي باش دابور باش يقول هشام عبود يكون غبي، باسكو هشام عبود راح يطلقها، هشام عبود صحافي ماهيش حتى شيء. لا لا درك هذا بن شريف مش عارف باش يرجع للواجهه ولا باش كذا، يرجع له روحو راهو حر، ولكن درك كان فيها المخبط اللي زغط ليفو سوف كو يحب يلعبها يعني هاك ولا حاجه اخرى. ما نظنش بلي السيد تاع الشتاء هذا، انا ما نظنش السيد هذا تاع لي ضرب الشتاء، ماهوش تاع الشياب باش يجي شي تبون وكذا، لانه هو نهار اللي كان يدير بوليتيك تبون كان غير معروف. تبون في 93 كان عزلوه خذا لا روتيرات وراح لدرار يغرس في طوماطيش، هذا تاع لي كل حاجه يحطها في مكانها. على هذا نقول يعني انه مانيش فاهم علاش جبد الحكايه، انا عمري ما دخلت لدارو ما نعرفش دارو، وانا كانت عندي صداقة تربطني به، ولا نحس باش نقنع باش نقنع نقنع روحي، وعلاش نقنع العربية نقنع بلي شي باش يكون رئيس الجمهورية؟ كي تولي في هذيك انا عندي ناس اخرين ماذا بيا يكونوا في المنصب تاع رئيس الجمهورية، كي تولي لي انا باش نخير باش ني علاقتي ببن شريف باش نضرب انا باش بن شريف يكون رئيس الجمهورية. انا نقترح على العربي بالخير نحاول نقنعو بدا ونتحاور مع العربي كما قال تحاورت مع العربي بالخير، ما تحاورش مع العربي بالخير على انسان ما عندي به حتى علاقه وطيده، يعني يجاني دولة توفر المكتب تاعي با بلوس، عمرنا ما خرجنا شربنا قهوه برا، نقولها راجل عمر ما خرج شربنا قهوه ولا خرجنا نهار تعشينا ولا تغدينا مع بعض، كيفاش راح نروح له للدار؟ يحلي حلي باب دارو؟ انا ما نحلش باب داري لاي واحد. حلي لا. وبالتالي انا نشوف بايكش السيد ما حب يرجع لواجهه باستغلال اسمي، هو حر في ذلك. ما عندي ما لو داير بومب مادام هو قال هشام عبود يرد عرضه يجي يديروا مائده، على بالو بلي ما يقدرش انا ندخل يعرض يديروا مائده، مادام قالها في اليوتيوب انا نرد عليها اليوم في اليوتيوب. انا مانيش شايف وعلاش لو كان سرات الحكايه انا نقولها قبل ما يقولها هو، راني كتبتها راه ما فيها نجم، لاني هذا ماخذ جديد ضد العصابات فاش يعينوا الرؤساء، وتكلمت على تعيين الرؤساء وسميتهم، وتكلمت على الحوارات اللي صارت ما بين زروان والعصابه وبوتفليقه، عطيت كل التفاصيل كيفاش كانوا يخيرونا. ولا دايما ما ذكرتوش مابا مره بن شريف في لامافيا دي جينيرو، من ضمن السياسيين اللي تكلمت عليهم، تكلمت على كثير من السياسيين، وهو علاش ما ذكرتوش؟ لانه اولا ما كانش عنده شيء اللي هو جدير بالذكر، ولا ثانيا ما عنديش بها علاقه اللي
خلات يعني نشوف استلزم اني نذكره في بعض الاحداث، ما كان حتى شيء. ولو هذه لو هذه حدد يعني ذكرتها ولا تكلمت عليه، هذا هو. وعلى كل حال الشيء اللي باش لازم يفهم، ما احنا نقولوش كذا بعدا لسبب بسيط، انه العصابه عمرها ما تجيب واحد من خارج الدائره تاعها ابدا. الوحيد اللي جابوه بوضياف لانه عنده تاريخ وباش يسكتوا به الناس وباش يقول لك هاو هذا احضروا الرموز، وراك تشوف شهور وقتلوه باش يروح يجيبوا رابح بن شريف بلا. وعلاش باش يجيبوه؟ واش عنده باش يعولوا عليه باش يجيبوه؟ كان هذاك كانوا سياسية بارزة ذاك الوقت في التسعينيات، كان بوكروح، كان سعدي، كان عباسي مداني، كان يعني عندهم ما شاء الله من وجوه قادرين يحطها في يدنا عباسي مداني، لأنه قادرين يسكتوا به الناس، قادرين يديروها، ما كان حتى ماهيش مستحيل باش يديرها. يحطوا سعدي، وفي الوقت سعدي كان يشوف روحه رئيس حكومة في عهد بوضياف. ناس بن شريف يعني ما كانش خلاص لا في البرو، ما نقولش بالميزان، لا في التروازيام ولا الكاتريم ولا السانكيام سيرك ولا السيزيام سيرك، يدي اور ما كانش في الحساب. هذا كي نقولها ماشي باش نطيح به يعني نقلل من قيمته ولا لا، هذا انسان محترم كذا، ومانيش عارف الخرجه هذه اللي خرجها، ما فهمتش واش يقصد بها. فوالا ربي يقدر الخير بلاد دور، ان شاء الله يعطيه واش يتمنى السي رابح بن شريف، ونحييه كما حياني هو على كل حال.